السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زميلتكم نجلاء مصطفى من Team Our Course، وهنشرح النهاردة tutorial بعنوان Development of Respiratory System. في الأول عايز أقول لكم حاجة ممكن أنتوا تستغربوها، إن الـ Respiratory System ده بيتكون من الـ 4 gut. طيب أنتوا ما استغربتوش، عاوز أفكركم إن إحنا أخدنا نفس قبل كده إن الـ 4 gut دي هي اللي كانت بتكون مكونات الـ GIT. فيعني كده ان الفور جات دي بتكون الجي اي تي والريسبيراتوري سيستم. هقول لكم ايوه بتكون الاثنين. بيقول في الاول ان الريسبيراتوري سيستم بيتكون من تو سورسز. اول سورس عندنا وهو الاندوديرم، والتاني سورس اللي هو السبلانكنيك ميزوديرم. بيقول ان الاندوديرم ده بيبقى لايننج للكرينيال بارت بتاع الفور جات، والسبلانكنيك ميزوديرم ده بيبقى سراوندنج ذا فور جات. طيب ايه الفرق بينهم؟ والاندوديرم ده بيكون ايه من الريسبيراتوري سيستم، والسبلانكنيك ميزوديرم ده بيكون ايه؟ بيقول ان الاندوديرم ده بيكون الابيثيليال لايننج بتاع الريسبيراتوري سيستم، يعني بيكون الابيثيليال لايننج بتاع التراكيا، بتاع البرونكاي، وبتاع اللونج كمان. طيب السبلانكنيك ميزوديرم بيكون ايه؟ هقول لكم ان السبلانكنيك ميزوديرم بيكون الحاجات اللي تبقى قاسية شوية، زي الكارتليج، زي الماسلز، زي الالاستيك تيشو، زي البلاد فيسل، زي الليمفاتيك. يبقى المهم دلوقتي ان احنا نقدر نفرق بين الاندوديرم والسبلانكنيك ميزوديرم. اقول لك الاندوديرم بيكون ايه؟ تقول الابيثيليال لايننج لاي حاجه في الريسبيراتوري سيستم. اسالك السبلانكنيك ميزوديرم هيكون ايه؟ هيكون باقي الحاجات اللي هي الكارتليج، ماسل، الالاستيك تيشو، وبلاد فيسل، والليمفاتيك. هجيب لكم صورة دلوقتي هنشرح عليها المحاضرة يعني باختصار كده، بعدين نبدأ نقرأ كلام ونفسر كل كلمة. دلوقتي هي دي الصورة. بيقول في الأول ان تقريبا في الشهر الرابع من الحمل، يبقى في الشهر الرابع من الحمل الفورث ويك، بيبدأ تكوين الريسبيراتوري سيستم. بيبتدي بحاجة اسمها ريسبيراتوري داي فيرتيكولم، والريسبيراتوري دايفيرتيكولم ده بيبقى جاي من الفورجات زي ما انا قلت لكم، بيتكون من جزء بيتكون من الاندوديرم وجزء بيتكون من السبلانكنيك ميزوديرم. وقلت لكم ده بيكون ايه وده بيكون ايه. يبقى اول حاجه بتتكون في الشهر الرابع اللي هو الريسبيراتوري دايفيرتيكولم، وهي حته البيبي بلو اللي موجوده على الرسمه دي. في الاول الريسبيراتوري دايفيرتيكولم ده بيبقى مفتوح على التيوب اللي وراه اللي هي بتبقى الايسوفاجس بعدين، فبيبقى اسمه لارينجو تراكيال جروف، لان هو مفتوح، لان التو تيوب مفتوحين على بعض فاسمه لارينجو تراكيال جروف. بعدين بيبدا ان التيوب دي تلم شويه على بعضها من النص وتتقفل بسبتم او يحصل لها فيوجن، فيبدا التو تيوب دول ينفصلوا زي ما في الصوره الثالثه. يعني عاوزه اقول لكم ان الصورة الأولى والصورة الثانية نفس الحاجة، بس الصورة الأولى من اللاترال سايد والصورة الثانية من الانتيرور فيو. الصورة الثالثة بعد ما السبتم متكون ما بين التو تيوب، هنا بدأوا ان هما ينفصلوا عن بعض وكون جزء كون اللارينكس والتراكية اللي هو الجزء البيبي بلو، والجزء الأصفر اللي هو الإسوفيجاس، وفوق اللي هو الفارينكس. مرسوم في الرسمة الثالثة دي ان الجزء البيبي بلو ده التراكية، واللي وراها ده الاسوفيجس. بس في حتة مش مرسومة في الرسمة دي، الرسمة دي اصلا هي تكملة فوق، والتكملة دي هي اللي مرسومة جنبها اللي هي الرسمة دي. التكملة بتاعتها ان التراكية دي من فوق بتبقى مكملة بحاجة اسمها اللارينكس، والاسوفيجس ده بيبقى مكمل من فوق بحاجة اسمها الفارينكس. بتيجي اللارينكس عند الحتة اللي فوق فيها كده، تفتح بفتحة جوه الفارينكس اسمها ايه؟ لارينجيال اوريفيس، ودي اللي بيبقى عندها الابيجلوتس اللي بيسد الفتحه دي ساعه ما يبقى فيه بلع للاكل عشان ما يدخلش جوه الجهاز التنفسي ويعمل مشاكل كبيره. يبقى الفتحه دي اسمها لارينجيال اوريفيس، وبتتقفل بالابيجلوتس لما يبقى فيه اي عمليه بلع طعام بعد كده. يبقى اللارينكس بتكمل لفوق لحد ما تيجي عند المنطقه بتاعه الفارينكس، وتفتح بفتحه اسمها لارينجيال اوريفيس. يبقى الجزء ده كله كده ده الكرينيال بورت اللي هو اللارينكس. بعدين يبدأ الجزء الكودال بورت اللي هو في الصورة التالتة ده اللي هي التراكية، الجزء البيبي بلو تراكية. تبدأ التراكية ان هي يحصل لها بايفوركيشن من تحت كده، فتكون حاجات مدورة كده زي ما انتوا شايفين اسمها اللونج بودز.
اللونج بادز دي اصلا مكوناتها ايه؟ اللونج بادز دي اللي هي بتتكون من ايه، من حاجه احنا عارفينها اللي هي البايفوركيشن بتاع التراكيه، اهي اتقسمت نصين، نص يمين ونص شمال، بس فيها معاها حاجه كمان كاب من الميزوديرم. يبقى اللونج بادز دي اللي بعدين بتكون اللونج مش بس مجرد بايفوركيشن للتراكيه، لا ده سراوندد بايه، بكاب من الميزوديرم اللي بيبقى اسمها كلها على بعضها اللونج بود، اللي بعدين بتكون ايه، بتكون اللونج. وبكده يبقى الصوره دي لمت التوتوريال كله، فهنبتدي بقى نوضح كل كلمه. يقول في الاول الديفلوبمنت اوف لارينج اند تراكيا. اول حاجه بتتكون اللارينجو تراكيا الجروف اللي انا قلتها لكم وريتها لكم، اللي هي بتبقى تو تيوب مفتوحين على بعض، اللي هي التراكيا والاسوفجاس مفتوحين على بعض، عشان كده اسمها لارينجو تراكيا جروف. بيقول ان زي برايمورديوم اللي هو بدايه تكوين او نشء الريسبيراتوري سيستم، بتظهر ديورنج ايه، الفورس ويك. مهم قوي الرقم ده ان احنا نعرف ان هو الفورس ويك بتاع، فبيبدا تكوين ساعتها الريسبيراتوري سيستم. بيبدا بايه، بحاجه اسمها ريسبيراتوري دايفيرتيكولوم. ريسبيراتوري دايفيرتيكولوم وريتها لكم، اللي هي الحته البيبي بلو اللي بعدين بتبقى تراكيه فروم الفنترال وول بتاعه الفورجت. قلت لكم ان الريسبيراتوري سيستم بيتكون من الفورجت، وخصوصا وتحديدا الفنترال وول بتاعه الفورجت. This diverticulum اسمه لارينجو تراكيال جروف، تمام. اللي بيبدا بعد كده اللي بيكون موجود ايه، بيكون موجود ورا حاجه اسمها هايبوبرينكيال امينانس. هايبوبرينكيال امينانس دي حاجه ليها علاقه بالتونج، يعني حاجه ليها علاقه بالجي اي تي، بس احنا نعرفها كمجرد اسم، ان في حاجه اسمها هايبو برينكيال امينانس، بتبقى اللارينجو تراكيال جروف بيهايند ليها، بس هنعرفها كمجرد اسم. والحاجه دي هقول لكم معلومه عنها صغيره، ان هي بتكون تقريبا تلت التونج. بيقول ان ذس جروف اللي هو اللارينجو تراكيال جروف بيبقى بيتحول للارينجو تراكيال تيوب، بان يحصل فيوجن للايدج بتاعته، يحصل فيوجن، يحصل سبتم، فتتحول يتحول الجروف ده لتو تيوبس. التيوب بتفتح في الفارينكس باللارينجيال اوريفيس. التيوب اللي هي اسمها التراكيه اللي مكمله لفوق باللارينكس، بتفتح في الفارينكس باللارينجيال اوريفيس. نيجي بقى للارينجو تراكيال تيوب. بيقول ان الكرينيال بورت بتاعت التيوب دي بيبقى اللارينكس، وانا وريتها لكم على اسم الكرينيال بورت فعلا اللي هو اللارينكس، اللي بيفتح فيه الفارينكس بلارينجيال اورفيس. بيفتح فيه الفارينكس بلارينجيال اورفيس، وريتها لكم ان بيبقى قدامها الايبيجلوتس بيسد الفتحه دي لما يبقى فيه بلع طعام. بعدين يقول ايه، بعدين يقول ان الكودال بورت بتاع التيوب دي بيبقى التراكيه، وريتها لكم على الرسمه اللي هي الحته اللي بيقولوا لما اتقسمت نصين، اللي بتتقسم لتو مين برونكاي. بعدين التو مين برونكاي دي بتبقى سراوند بكاب من الميزوديرم، اللي بعدين بتكون ايه، بتكون اللونج بود. يبقى زي ما احنا شفنا في الرسمه، زي ما احنا قرينا دلوقتي، ودي الرسمه تاني. نتكلم بقى ملخص لللارينكس كده زي ما احنا قلنا بالظبط. بيقول ان ديفلوبمنتال سورس، بيقول ان الانترنال internal lining بتاع اللارينج هو الاندوديرمال اوريجين. ما انا قلت لكم اي لايننج في الريسبيراتوري سيستم بيبقى من الاندوديرم، فدي معلومه احنا عارفينها. لكن الكارتليج والمسل بتظهر من الميزوديرم بتاع الفورس والسكس فارينجيال ارش. الفورس والسكس فارينجيال ارش دي برضو هنعرفها كمجرد اسماء، لان هي حاجات في الجي اي تي، واحنا ما اخدناش الجي اي تي، فهنعرفهم كاسماء الفورس والسكس فارينجيال ارش. يبقى اهم حاجه نعرفها ان هي بتتكون من الميزوديرم. بعدين بيقول ان الكارتليج والمسل والالاستيك تيشو بتاع التراكيه والبرونكاي بيبقى درايفد من حاجه اسمها سبلانكينيك ميزوديرم سراوندينج ذا فورجت. كل المعلومات دي احنا عرفناها فوق. يبقى اللارينكس دي الانترنال لايننج بتاعها من الاندوديرم، والكارتليج والمسل بتتكون من الميزوديرم، لكن الكارتليج والمسل والالاستيك تيشو بتاع التراكيه والبرونكاي بيتكون من السبلانكينيك ميزوديرم. نيجي بقى نتكلم عن اللونج ديفلوبمنت، وهنا برضو هنعتبر كأننا بنقرا الكلام اللي احنا وضحناه على الرسمة، كل كلام بسيط وسهل. بيقول ايه، بيقول ان during separation from the forgot اللي هو separation بتاع التراكية من الاسوفيجاس اللي كان وراها، هو ده separation. الريسبيراتوري برايمورديوم اللي هي بداية تكوين الريسبيراتوري برايمورديوم بيكون ايه، midline structure اللي هو التراكية، والتو لاترال برونكاي.
بعدين التو لاترال برونكاي دي بتبقى سراوندد بميزوديرمال كاب، تكون حاجة بعدين اسمها ايه؟ اللونج بودز. بعدين بيبدأ يقول لك بقى ان الليفت لونج دي بتتكون من بتتكون بديفولبت انتو ايه؟ تو مين برونكاي. يبقى الليفت لونج ديفولبت انتو تو مين برونكاي، يبقى اللونج بود هتكون تو مين برونكاي وتو لونج لوبز. مهم قوي ان احنا نعرف ان الليفت مختلفة عن الرايت في الحاجة دي، الليفت بتكون تو مين برونكاي و تو لونج لوبز، لكن الرايت بتكون 3 مين برونكاي و 3 لونج لوبز. تبدا اللونج بعد ما كونت اللوب بتاعتها اللي هي الرايت والليفت لوب بتاعتها، تبدا بقى ان هي تبقى عاوزه تكون البلورا اللي هو الغشاء اللي بيحيط اللونج ده، فتعمل ايه؟ يحصل لها جروث في الكودال واللاترال دايركشن، يعني اللونج دي هتبدا ان هي يحصل لها ان هي تنمو في الكودال واللاترال دايركشن، وتبدأ ان يحصل لها انفاجينيشن في حاجة اسمها البيريكارديو بريتونيال كانال. البيريكارديو بريتونيال كانال اللي هو اصلا اسمه البلورال كافيتي، والبلورال كافيتي ده بيبقى جزء من ايه؟ من الانترا من انترا امبريونيك سيلم اللي هو بيبقى الكافيتي اللي بيحيط بيه البيبي، بيبقى اسمه الانترا امبريونيك سيلم، وبيبقى البلورال كافيتي ده جزء منه. بعدين اقرب حته للونج اللي هي الميزوديرم اللي بيحوطها، اقرب حته ليها تبقى براها ان هي يحصل لها ديفلوب لايه؟ للفيسرال بلورا. احنا عارفين ان البلورا بتتكون من الفيسرال بلورا والبرايتال بلورا. اقرب حته من اللونج اللي هو الميزوديرم اللي على طول بيحوط اللونج ده قريب منها قوي، ده هو اللي بيتحول للفيسرال بلورا، وايل السوماتيك ميزوديرم اللي بيعمل كفرنج للبودي وول انسايد بيبقى ايه؟ بيبقى البرايتال بلورا. يبقى الميزوديرم اللي بيحوط اللونج بيبقى الفيسرال، لكن السوماتيك ميزوديرم اللي هو بره اللونج بيبقى ايه؟ بيبقى البرايتال بلورا. والسبيس ما بين الفيسرال والبرايتال بلورا بتبقى اسمها حاجه البلورال كافيتي، يبقى ما بين البرايتال بلورا والفيسرال بلورا في بلورال كافيتي. طيب هل كده الانسام او اللونج كده تبقى اتكونت تماما وخلصنا؟ هيقول لك لا، ان هيفضل تفضل اللونج دي يحصل لها ديفلوبمنت. هيقول لك في الاول ان المين برونكاي يبدا ان يحصل لها ديفيجن كتير، تبدا تنقسم كتير، ففي نهايه الشهر السادس بيبقى عدد الانقسامات تقريبا اللي هي اتقسمتها 17 انقسام اللي هو 17 جينيريشن من السب ديفيجن. يبقى هي بتفضل تنقسم لحد ما توصل الشهر السادس بيبقى عدد الانقسامات اللي انقسمتها 17 جينيريشن من السب ديفيجن بتبقى متكونه في الشهر ده. بعدين يقول لك ان التيرمينال برونكيولس جيف رايز تو باسج اسمها ايه؟ اليفولار دكت. بيقول لك ان البرونكيولس دي بتفضل ان هي تنمو اكتر لحد ما تدي حاجه اسمها الاليفولار دكت. بعدين الاليفولار دكت دي يحصل لها كمان هي كمان ديفلوبمنت فتدي حاجه اسمها اليفولار ساكس. بعدين الاليفولار دكت والاليفولار ساكس دي تبقى كونكتد لايه؟ للاليفيولاي. يبقى البرونكيولس دي فضل يحصل لها ديفلوبمنت لحد ما كونت حاجه اسمها الاليفولار دكت. الاليفولار دكت حصل لها ديفلوبمنت ادت حاجه اسمها الاليفولار ساكس. الاليفولار دكت والاليفولار ساكس بتبقى كونكتد للاليفيولاي. الاليفيولاي دي بتبدا ان هي تتكون في اخر 3 شهور، يعني تقريبا في الشهر السابع كده من الحمل، وبتبدا ان هي تنمو لحد ما يحصل لها ماتوريشن. بس بيحصل لها ماتوريشن امتى بقى؟ بيحصل لها ماتوريشن only after birth، يعني بيحصل لها ماتوريشن بعد الولاده. يبقى هي يبدا تكوينها من الشهر الثالث اخر 3 شهور اللي هو تقريبا الشهر السابع من الحمل، بعدين تبدا ان هي تظهر او يحصل لها ماتوريشن بعد الولاده، يبقى only after birth، ودي مهمه قوي. كده احنا خلصنا اللونج ديفلوبمنت وخلصنا كمان الريسبيراتوري سيستم ديفلوبمنت. بس بقى حته بسيطه كده هو جايبها نبذه مختصره خالص، بيقول ان البلود فيسل بتاعه اللونج بيقول لك ان في حاجه اسمها بولموناري ارتريس بيبقى ديفلوبد من ايه؟ من السكس اورتيك ارش. يبقى في حاجه
من البلود فيسل بتاعه اللونج حاجه اسمها بولمونري ارتريس، بتبقى ديفولب من ايه، من السكس اورتيك ارش. وفي حاجه اسمها برونكيال ارتريس، بتبقى ديفولب من ايه، من الدورزال اورتا. الدورزال اورتا ده اللي بعدين بيبقى ديسندنج اورتا. يبقى كده نحفظ ان البلود فيسل بتاعه اللونج حاجتين، البولمونري ارتريس بتبقى ديفولب من السكس اورتيك ارش، والبرونكيال ارتريس بتبقى ديفولب من ايه، من الدورزال اورتا اللي بعدين بيبقى ديسندنج اورتا. لما اخدنا الديفلوبمنت بتاع الريسبيراتوري سيستم، هنتكلم دلوقتي عن العيوب اللي ممكن تحصل في تكوين الريسبيراتوري سيستم، اللي هي حاجه اسمها كونجينيتال انوماليس، يعني العيوب اللي هتؤدي بعد كده لمشاكل كبيره قوي. واول حاجه هنتكلم عنها هي الاسوفجو تراكيال فيستولا، اسوفجو تراكيال فيستولا. وخدنا قبل كده معنى فيستولا لو فاكرين، اخدناه في المديول الباثولوجي، كان قال ان الفيستولا دي معناها ان في تو اورجن فاتحين على بعض بفتحه مش المفروض تكون موجوده، بسبب ان حصلت حاجه فتحتهم على بعض، او تبقى انكمبليت فيوجن، يعني هما ما التحموش من منطقه ففضلوا فاتحين على بعض، ودي حاجه خطيره قوي وهنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. بيقول ان هي بسبب ان حصل incomplete fusion للتو لارينجو تراكيال جروف. اللارينجو تراكيال جروف دي وهي بيحصل لها فيوجن ويتكون السبتم، مع السبتم ما تكونش، ما فصلهمش كتير عن، ما فصلهمش عن بعض، بقيت في بينهم، بتبقى بقيت في بينهم فتحه او فيستيرا، ففتحت التو اورجان دول على بعض فعملت مشاكل، خلت بعد كده ان يبقى في كوميونيكيشن ما بين التراكيا والاسوفيجال. بعدين بيقول ان الاسوفيجال اتريزيا از كومن ويز اسوفوجوتراكيال فيستولا. يعني ايه اسوفيجال اتريزيا دي؟ معناها ان الاسوفيجس يكون مفصول الاثنين عن بعضه، يعني الاسوفيجس ما يبقاش اسوفيجس كامل، لا يبقى نصين زي الرسمه دي كده، الاسوفيجس نص اهو نص اهو، الرسمه دي مثلا نص اهو نص اهو، والرسمه دي برضو نص اهو ونص اهو، يبقى دي معناها الاتريسيا. طيب ايه هي انواع الفيستولا دي؟ هي ليها انواع، ليها انواع كتير، يعني تخيل كل الرسومات دي كل واحده فيهم نوع. الرسمه مش واضحه قوي بس انا هوضح لكم كل حاجه. بيقول اول نوع من الفيستولا دي الفيستولا ابوف اتريتيك سيجمنت، فيستولا ابوف اتريتيك سيجمنت. ازاي؟ بيقول ان الابر سيجمنت بتاعه الاسوفاجس بتبقى كونكتد باي فيستولا تو تراكيا، اللي هي الصوره دي، ان الابر سيجمنت بتاع الاسوفاجس، الاسوفاجس هو مفصول عن بعضه ففي اتريزيا، فالابر سيجمنت بتاع الاسوفاجس بيبقى كونكتد بالتراكيا بفيستولا. طيب اللور سيجمنت، اللور سيجمنت بيبقى مقفول من الفتحه اللي فوق وبس، يبقى دي اول نوع الفيستولا اباف اتريتيك سيجمنت. طيب تاني نوع بقى الفيستولا بيلو اتريتيك سيجمنت، واللي هي اول واحده دي، ودي المور كومن قوي، هي اكتر حاجه او اكتر نوع من انواع الفيستولا اللي ممكن تحصل، ان الابر سيجمنت بتاعه الاسوفاجس بتبقى اندبلندلي، بتبقى مقفوله يعني، واللور سيجمنت بتاعه الاسوفاجس بتبقى كونكتد باي فيستولا تو تراكيا، اهي اللور اند بتاعه الاسوفاجس اهي بتبقى كونكتد بفيستولا للتراكيا، والابر سيجمنت بتبقى مقفوله من تحت اهي. وتالت نوع من الفيستولا اللي هي الاتش شيب فيستولا وزاوت اتريزيا. ازاي؟ يعني الصوره دي اهي اتش شيب، شبه الاتش بس وزاوت اتريزيا، انت شايف ان الاسوفيجس مفصولين عن بعض؟ لا مش مفصولين، يبقى هي وزاوت اتريزيا، بس في فيستولا، في وصله ما بين الاسوفيجس والتراكيا، يبقى دي اتش شيب فيستولا بس وزاوت اتريزيا. اخر نوع من الفيستولا ان الابر واللور سيجمنت بتاعه الاسوفاجس بتبقى كونكتد سيبريتلي تو تراكيا، اللي هو النوع ده، الابر واللور سيجمنت تبقى كونكتد سيبريتلي، كل واحده فيهم داخله في فيستولا، يبقى هما مش متصلين ببعض، كل واحده فيهم داخله في التراكيا في منطقه سيبريتلي عن بعض. ودي صوره اوضح لانواع الفيستولا، دي الصوره نفس الصوره الموجوده في الداتا بس دي اوضح، انا جبتها لكم مجهود اهو. اول نوع اللي هي الاتريزيا والديستال فيستولا، وده النوع اللي انا قلت لكم ان هو مور كومن، ده اللي هو بيبقى فيستولا بيلو الاتريتيك سيجمنت، ان الابر سيجمنت بتاعه الاسوفاجس بتبقى اندبلندلي، واللور سيجمنت هي اللي بتبقى عامله فيستولا مع التراكيا، وده الموست كومن تايب.
وتاني حاجة دي مش موجودة في الداتا كشرح بس موجودة في الصورة، الايزوليتد اسوفيجال اتريزيا. الاسوفيجاس اهو دي من حتة بس، هنا هي ايزوليتد مش عاملة اي فيستيلا، مفيش هنا فيستيلا. تمام. وتالت نوع الاتريزيا ويز دبل فيستيلا، ديت اللي بتبقى تو فيستيلا تبقى سيبريتلي اللي انا قلت لك عليها، اللي هو كان اخر نوع ارينو. والنوع ده اللي هو الاتش شيب فيستيلا بتبقى وزاوية اتريزيا اهو، يبقى عاملة شكل الاتش بس مفيش اي اتريزيا، الاسوفيجس سليم وزي الفل خالص. واخر نوع اللي هو بيمثل تقريبا 1%، مش كومن خالص، وده شبه النوع الاول بس بالعكس، يعني بيبقى ان بتبقى ان الابر سيجمنت بتاعت الاسوفيجس هي اللي بتبقى كونكتد بفيستيلا، واللور سيجمنت هي اللي بتبقى مقفولة. بعد ما خلصنا اول نوع من الكونجنتال انوميلس اللي هو الاسوفيكو تراكيال فيستيلا، هنتكلم عن تاني نوع من الحاجات اللي ممكن تحصل، اللي هي الانوميلس اللي ممكن تحصل، اللي هي حاجه اسمها اكتوبيك لونج لوبس. يعني ايه اكتوبيك لونج لوبس؟ يعني حاجه ابنورمال، لوب بيظهر من اللونج، من اللونج او جنب اللونج، بس ما بيبقاش تبع اللونج، بيبقى ظاهر من حاجتين، من حاجتين يعني حاجه منهم، يعني يا اما تبقى يبقى ظاهر من التراكيه، ويا اما يبقى ظاهر من الاسوفيجس. وده مش كومن اصلا، وده مش طبيعي ان يحصل ان يظهر لوب لللونج من الاسوفيجس او التراكيه. طب ده بيحصل بسبب ايه؟ بتبقى بيحصل ان بيبقى في additional respiratory diverticula، حصل انقسام اضافي، حصل انقسام مش طبيعي للدايفرتيكولا، فخلت ان التراكيوي او الاسوفيجس يكونوا لوب للونج. ودي بتبقى طبعا independently من main respiratory system، تبقى منفصله طبعا عن اللونج تماما، ملهاش علاقه بيها ومش متكونه من اللونج، يا اما متكونه من التراكيا ويا اما متكونه من الاسوفيجس. وده مهم قوي ان احنا نعرف المصدرين دول، يا اما تراكيا يا اما اسوفيجس. حاجه من الكونجنتال انوميلس ان يحصل حاجه اسمها كونجنتال سيست اوف ذا لونج. اول ما اقول لك سيست تقول لي دايليتيشن، اول ما اقول سيست تقول دايليتيشن. طب ايه الحاجه اللي حصل لها دايليتيشن؟ حصل دايليتيشن لصم من البرونكاي. يبقى ازاي اتكونت سيست جوه اللونج؟ حصل دايليتيشن. دايليتيشن لايه؟ لصم من البرونكاي. دايليتيشن للبرونكاي اللي بتبقى تتحول بعد كده لايه؟ لسيست كافيتي. يبقى تالت حاجة من الحاجات اللي ممكن تحصل اللي هي الكونجنتال سيست بتاعت اللونج، يبقى ممكن تتكون سيست جوه اللونج، ودي سببها سهل قوي، ان السيست معناها دايليتيشن، فدايليتيشن لإيه؟ دايليتيشن للبرونكاي، فتكون سيست جوه اللونج، تحول دي سيست كافيتي. رابع حاجة من الكونجنتال انوميلس ان يحصل ابنورمال برانشنج للرينجو تراكيال تيوب. ازاي؟ ان الرينجو تراكيال تيوب دي المفروض ان احنا عارفين ان هي بتتفرع فتدي حاجات معينة، لا هنا حصل ابنورمال برانشنج، ادت حاجات تانية او ما ادتش حاجات خالص كانت المفروض تديها. فممكن ده يؤدي لايه؟ يؤدي الابسنس لوان لوب الاي جينيسيس، يبقى وان لوب مثلا من اللونج ما يتكونش. احنا عارفين بين ان الليفت لونج بتتكون من 2 لوب والرايت لونج بتتكون من 3 لوب، فهنا ممكن يحصل absence الوان من لوب من اي لونج فيهم، تبقى الليفت واحد بس وتبقى الرايت تبقى 2، فدي حاجة abnormal. او يحصل ايه؟ يحصل accessory لوب، يتكون لوب زيادة في اي لونج منهم، الليفت لونج مثلا بدل ما تبقى 2 تبقى 3، الرايت لونج بدل ما تبقى 3 لوب تبقى 4 لوب، دي حاجة مش طبيعية برضو، وزيادة دي مش حلوة اكيد يعني. او ممكن يحصل اكسسوري برونكو بولموناري سيجمنت، تتكون جزء كمان اضافي جوه اللونج، بتبقى اسمها برونكو بولموناري سيجمنت. يبقى يا اما الابنورمال برانشنج ده يا اما يخلي لوب ما يتكونش، او يعمل حاجات زيادة، او يعمل سيجمنت زيادة جوه اللونج، او يعمل اكسسوري لوب. فهي الابنورمال ده بيؤدي الحاجات يا اما تبقى زياده يا اما ينقص حاجات كانت المفروض تبقى موجوده. واخر حاجه من الكونجنتال انوميلس الريسبيراتوري ديستريس سيندروم، ودي طبعا اخدناها وحافظينها وفاهمينها، ان ما يبقاش فيه سيرفكتنت، وان ما يبقاش فيه سيرفكتنت معناها ان السيرفس تنشن هيزيد بتاع الاليفيولاي، فالاليفيولاي هتنكمش على بعضها ومش هتقدر تقاوم ايه الاكسبايريشن، وده هيخليها ان هي تتلف، مش هيخليها تقدر تدملي بالهواء، ودي حاجه غلط جدا، لان السيرفكتنت مهمه قوي في عمليه الاكسبايريشن. وبكده نبقى خلصنا الكونجنتال انوميلس اللي حصلت في ريسبيراتوري سيستم، وكمان خلصنا ازاي تكون ريسبيراتوري سيستم،
وباقي صفحة فاضية اهي، فاحنا كده ايه خلصنا. بس لا احنا ما خلصناش، عملكم مفاجأة، البونبونية بقى لازم تاخدوها. فجبت لكم كده 3 أسئلة حلوين هنحلهم دلوقتي، اوعوا تهربوا. استحلفك بالله ما تخرجش من الفيديو قبل ما تحل ال3 أسئلة دول عشان هما سهلين وحلوين. اول سؤال بيقول which of the following is the first sign of the development of the respiratory system؟ ايه اول علامة لتكوين ال respiratory system؟ جاوب في سرك بقى. هل هو ال primitive foregut؟ لا. هل هو ال hypobronchial eminence؟ ده قلتلكوا دي حاجة في GIT لما قلتلكوا ان ال laryngotracheal groove بتبقى behind ليها، اكيد افتكرتوها. طيب هي هل هي تراكيو ايسوفيجال فيستيلا ولا لارينجو تراكيال دايفرتيكولم؟ هي هتبقى الإجابة هتبقى لارينجو تراكيال دايفرتيكولم، هي أول علامة لتكوين ايه الريسبيراتوري سيستم. تبقى الإجابات ما تنفعش. تاني سؤال بيقول the trachea is lined with pseudostratified columnar ciliated epithelium derived from which of the following؟ طبعا انت قبل ما تشوف السؤال ده هتقول ان انا بضحك عليك وجايبه لك سؤال من هيستولوجي، بس لا، السؤال ده انا قلته واحنا اخدناه. لما قلت لك الابيثيليال لايننج بتاع الريسبيراتوري سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايه؟ الابيثيليال لايننج بيتكون طبعا من الاندوديرم. لما قلت لك الابيثيليال لايننج بيتكون من الاندوديرم وباقي الحاجات اللي هي الكارتلج والمسل واي حاجه تانية وبلود فيسل والليمفاتكس بيتكون من السبلانكينيك ميزوديرم. ثالث سؤال واخر سؤال بيقول which of the following is not a congenital anomaly of the respiratory tract؟ الاي جينيسيس اوف لونج، لا دي congenital anomaly يبقى مش هنختارها. طيب تريكيو اسوفيجال فيستيلا، دي كونجنيتال انومالي يبقى مش هنختارها. طب السيتس انفيرتس ما خدناهاش، ما عرفهاش. طب اخر واحده اللي هي الفاريشن ان لونج لوب، ايوه قلت لكم ممكن يبقى في فاريشن في اللونج لوب وممكن يحصل نقص في اللونج لوب، فده وارد جدا. يبقى الاجابه هتبقى السيتس انفيرتس. وبكده نبقى خلصنا التوتوريال النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. حاولت اوصل لكم المعلومه على قد ما اقدر، ولو انتم مكملين لحد دلوقتي فشكرا قوي ليكم، والى اللقاء بقى في محاضرات جايه.